اولا بالنسبه للمباراه كانت عارفين بان الظروف ديالها غتكون صعبه، خاصه ان فريق المغرب التطواني كان باقي ما ضمنش الحظوظ ديالو مع انطلاق المباراه. جاتو فرصه من خطا في الدفاع سجل علينا، حاولنا اننا نصلحوا الامور في الشوط الثاني، سجلنا التعادل. تنظن بان نتيجه التعادل منصفه للفريقين في ظل زعما شنو كل واحد بينوا في هذه المباراه. حنا جينا حنا الثالثين شحال هادي من ربحنا اسبي، حنا ضمننا الثالثه، جينا نلعبوا مع فريق المغرب التطواني مباراه ديال كره القدم، تندافعوا على الحظوظ ديالنا لان سمعه الفريق والقيمه ديال النادي. فريق المغرب التطواني فهو لعب مباراه بالعناصر ديالو بالقوه ديالو، سجل هدف من بعد سجلنا الهدف لهم. تنظن بان البقاء ديال المغرب التطواني فهو ماشي هذه المباراه وانما الموسم كامل. تنظن بان تنهني هشام الويسي والناس اللي معاه، اللاعبين ديال المغرب التطواني، الجمهور على البقاء ديالهم في هذا الموسم.